مجموعة اللعيبة اللي جت دي كلها دي لعيبة مهمة جدا. أتمنى إن إسلام جمال يقعد يكمل، لأن إحنا شفنا الفرق واضح في الجزئية دي من إسلام جمال خدش فرصته برضو إسلام فرصته بالظبط من إسلام جمال للونش. إسلام عنده بيعرف يطلع بالكورة، يعني يقدر يبني لك هجمة من تحت كويس، عنده ثقة في نفسه، عنده كورته كويسة، يعني سيرد باكات من السيرد باكات اللي كورتهم كويسة، فدي نقطة نادي الزمالك بيفتقدها. انت كل كرة دلوقتي بتلعب طويل اللي هو مفيش حد اصلا، بس مرسي مش يعني مش طويل او مش قوي اللي هو يقدر ياخد لك كل كرة عالية، لا هو راجل جوه ال 18 عنده كورته على الارض، ترنات كويسة، بيعمل وان توهات، بيخطف من جوه ال 18، عنده الحاجات دي كلها كويسة، عنده العرضيات برضو كويسة، ولكن مش محطة، مش الفيرود اللي هو المحطة. فانت عندك دلوقتي زي ما احنا قلنا سيسي برضه من الرزاق السي، صح رزاق السي لعيب برضه، بس كده في اربعة اجانب، مش واحد، لازم تمشي واحد، لا مش اربعة، ده كده خمسة، كمان خمسة انت عايز ثلاثة، واعتقد ثلاثة ان هتمشي اثنين، مش ماشي تتخرج اثنين اعارة. اه بالظبط، تفضيلاتك تروح لمين؟ انا شايف ان كوفي ممكن يبقى موجود، وسيسي موجود، وكاسونجو. يبقى انت بتتكلم في معروف وشيمبونج، ممكن يكونوا اعاره، يخرجوا اعاره بالظبط. ولا انا سمعت ان ممكن يبقوا السنه دي اربعه، والله لحد دلوقتي يعني القيد اللي قاله نادي، القيد اللي قاله الاتحاد المصري لكره القدم لحد النهارده، هي يعني ليه ما ينفعش تبقى اربعه؟ يعني ليه ثلاثه؟ يعني اشمعنى ثلاثه؟ هو دايما بيبقى في استراتيجيه لها علاقه بانه كل ما زود عدد الاجانب كل ده ما هيجي على مستوى المهاجمين، لانه بص على راسات الحرب عندنا في منتخب مصر، احنا بقينا مين؟ انت عندك ثلاث افارقه، انت فاكر وقتكم كان في مين؟ ايوه انا بقول لك، انت وعماد متعب وعمرو زكي واحمد حسام ميدو وكابتن حسام كان لسه بيلعب وعبد الحليم، لا ده انتوا كنت فاكر كتير. كان عامل ازاي؟ ده احنا دلوقتي بنشمشم على راس حرب، يعني بس هنزود عدد الاجانب دعوه بالافارقه خالص على فكره، والله اه طبعا. طب ازاي يعني هي مالهاش دعوه بالافارقه؟ اذا كان هم ثلاثه اهو، يعني ما هم دلوقتي احنا ثلاثه صح، مش ثلاث افارقه، ومفيش رصاصات حرب، ازاي تشيمبونج وكاسونجو، مش قصدي مفيش رصاصات حرب مصريه وهم ثلاثه، ما هو مش عايز يزود، لما هتبقى اربعه مش هتفرق برضه. بص خد بالك، هو وجهه النظر انه ده اسوه. فاكر لما احنا كان عندنا حراس مرمى اجانب، فاكر الفتره دي؟ فده اثر على مستوى حراسه المرمى في المنتخبات، فقال لك لا نمنع خالص فكره، هي وجهات نظر طبعا، يعني كلام برضو مش مقنع خالص، مش مقنع بصراحه. يعني طبعًا انت مش مقتنع حتى كمان بفكره ان حراس مرمى ممكن نجيب حراس مرمى اجانب؟ طبعا ملهاش اي علاقه، ملهاش دعوه. انا شايف ان لعيب مميز اجيبه، يعني ملهاش علاقه خالص بالموضوع ده، فدي نقطه مهمه جدا. مش شايف ان فيها ازمه لما يبقوا اربعه،